يهتم قادة الجانبين العربي والصيني اهتماما بالغا بتطوير منتدى التعاون الصيني العربي. وحتى عام 2024 أصدر المنتدى 85 وثيقة ختامية من الأنواع المختلفة، وأصبح أداة فعالة لإثراء مقومات علاقة الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية. على مدار أكثر من 20 عاماً حققت العلاقات الصينية العربية تطوراً كبيراً على كافة المستويات، وتكللت بالاتفاق على تنظيم منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسس في 30 من يناير من عام 2004. مثلت السنوات 20 الماضية منذ تأسيس المنتدى الفترة الأكثر نشاطاً من حيث التبادلات رفيعة المستوى بين الجانبين الصيني والعربي، حيث يهتم قادة الجانبين العربي والصيني اهتماما بالغا بتطوير المنتدى وبنائه، ويرسمون الخطوط العريضة ويحددون الاتجاه لسبل الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الجماعي بين الجانبين. وحتى عام 2024 أصدر المنتدى 85 وثيقة ختامية من الأنواع المختلفة، وأصبح أداة فعالة لإثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية والدفع بالتعاون العملي بين الصين والدول العربية، كما أصبح منصة مهمة للحوار على قدم المساواة وتدعيم التعاون العملي بين الجانبين، وقدم مساهمات بارزة في تعزيز العلاقات الصينية العربية. يأتي انعقاد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي بالتزامن مع استعداد الجانب الصيني للعمل مع الجانب العربي على مواصلة تكريس روح الصداقة الصينية العربية وبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك. أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية، وارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة تقدر ب10 أضعاف. وعلى صعيد التعاون بين القاهرة وبكين توجد أكثر من 2418 شركة صينية تستثمر أموالها في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، ويتركز نسبة 47% من نشاط تلك الشركات في النشاط الصناعي في مجالات الفايبرجلاس والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية. وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. كما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر، كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانيها 6.